السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين في كل مكان. اليوم معنا موضوع الإي في آرات، منظمات الجهد الأوتوماتيكي للمولد. هذا يقوم بمنظم الجهد كما تشوفون، كما تلاحظون أمامكم، أكثر من مدير وأكثر من شركة مصنعة لهذه الكروت إي في آر، منظمات الجهد الأوتوماتيكي للمولدات. يقوم منظم الجهد هذا بالمحافظة على ثبات جهد الخروج للمولد مهما تغير الحمل. وتختلف منظمات الجهد تبعا لنوع الالترنيتور للشركة المصنعة، ويمكن تقسيم الأنواع بصفة عامة إلى منظمات جهد بفرش كربونية وبتغذية ذاتية، ومنظمات جهد لمولدات بدون فرش كربونية وتغذية منفصلة. الفرش الكربونية مثل المولدات القديمة، عادة يستخدموها في المولدات القديمة والمولدات الحديثة الصغيرة، يعني من 1 كيلو إلى 5 كيلو، وتحصل الإي في آر بهذا الشكل كما ترون، هذا بالفرش الكربونية. ولقد استطاعت الشركة المصنعة لمنظمات الجهد إضافة إمكانيات أخرى لهذه المنظمات، مثل تحديد التيار الأقصى لخروج المولد. مثل شركة ستانفورد أضافت ميزة لتحديد التيار للتيار الخروج، تخفيض جهد خروج المولد تبعا لمعامل قدرة المولد، وهذه الخاصية تسمى دروب فولتج، يعني بيتحسس أقل من جزء من الثانية لانخفاض الجهد. تخفيض جهد خروج المولد تبعا لتردد خروج المولد فريكونسي، كما في المولدات الستانفورد والنيكالتي لوري سمر، هذه أشهر الشركات العالمية المصنعة للألترنيتور التوليد. يعرض العلاقة بين النسبة المئوية لجهد أطراف المولد المحور الرئيسي وتردد المولد الـ HZ المحور الأفقي لمولد 50 أو مولد 60 هرتز. دائرة لفصل المولد عند زيادة جهد ملف مجال المولد اوفر اكسيشن شوت شيت داون. فدائرة الإعادة المغناطيسية المتبقية للمولد ذات التغذية الذاتية، فروش اوفر كرنت. يتكون المنظم داخليا من دائرة الإحساس سينسينج كرنت، وتكون في محول يعمل على تخفيض جهد الخروج للمولد التزامني، ثم توحيد خروج المحول بواسطة مجموعة من الموحدات، وتنعيم خروج الموحدات بمجموعة من المكثفات والملفات الخانقة. دائرة الخطأ IR Dictator، وتقوم هذه الدائرة بإيجاد الفرق بين جهد المرجع الذي تم معايرته بواسطة مقاومة متغيرة والجهد الخارج من دائرة التحسس. يعني مثل هذا، في كما تلاحظون هنا، كما تلاحظون نحاول توضيح أكثر، المخطط موجود هنا. هذه المقاومة تتركب في بهذا الدائرة، هذا الموديل حقه ميكالتي، موديل SR7، في موديلات أخرى حديثة أفضل من هذا بمواصفات. هذا الفيوز لحمايته، بعض الشركات
ما لا لا يوجد حمايات مثل ما هذا ستانفورد ES 440 كما تلاحظون ES 440 وهذا موديل نفس ستانفورد SX 460 وهذا داتا كوم EVR 8 هذا برضو تستطيع استخدامه في المولدات الفروش الكربونية لتحمل التيار العالي. وتقوم هذه الدوائر في مكبر الخطأ اير امبليفاير، يعني خصائص الامبليفاير، ويعمل على تكبير خروج دائرة الخطأ، والذي يمثل الفرق بين جهد المرجع والجهد المقابل لخروج الجنريتر. منظم الجهد، منظم القدرة باور كنترول، يقوم هذا المنظم اما منظم تناسبي او منظم تناسبي تكاملي او منظم تناسبي تفاضلي تكاملي، ويعمل على التحكم في جهد اطراف مجال مولد الاثارة تبع لخروج مكبر الخطأ. يعني دائرة الاستقرار ستيبلتي نيتورك، هذه لكل شركة بتعمل هذه الدائرة. كما تلاحظون هذا حق الدروب، حق الاستقرارية ستيبلتي، هذا هنا كما موضح في هذا الموديل ستانفورد الاستابلتي نيتورك. كما تلاحظون هذا وهذا الموديل الآخر ميكالتي، مقاومة متغيرة، نحاول ان احنا نوضحها بالكاميرا. فولتاج هنا وهنا الاستابلتي، هذه الدائرة تمنع حدوث تذبذب في خروج منظم القدرة للوصول لحالة الاستقرار في جهد خروج المولد. هذا في كل الاي في ارات توجد الحديثة توجد هذه الخاصية الاستابلتي، ما عدا المولدات الفرش الكربونية 1 كيلو 2.5 كيلو الذي هي مثل ما شركة تيجر و سانشو. المولدات الفرش الكربونية شوف كما تلاحظون سالب وموجب، هذا بيتوصل للفرش الكربونية كما موضح هنا سالب وموجب، وهذا المتحسسات لخروج الجهد من داخل الدينامو 110 وخطين موصلين 220 فولت. حيث أن أطراف التغذية المرتدة E1 و E2 يتم توصيلها مع محول الأطراف، إذا كان جهد الأطراف المولدة التزامني يختلف من الجهد المقنن لمداخل التغذية المرتدة والمعطاه من قبل الشركة، ويمكن استخدام محول جهد أحادي الوجه حيث يوصل أطراف ملف الابتدائي بالأوجه C A و C للمولد، ويوصل أطراف الملف الثانوي مع الأطراف A1 3 A. أطراف المجال المغناطيسي الـ EVR هذا بيحقن الإكسيتور، في معه طرفين لحقن الاكسيتور كما تلاحظون هنا اكسيتور سالب وموجب، يعني موضح في كل الشركات. هنا كما تلاحظون في هذا SX460 F1 وF2، F1 موجب والF2 سالبة. هنا توصل له 8 و6 توصل له 220 فولت، يتحمل هذا ل 270 فولت حسب المواصفات الشركة المصنعة لهذا الـ EVR. يعني إذا زادت الفولتية لسبب ما زاد الـ RPM لازم إن تزيد الفولتية،
وعلى طول بيتعطل. كما ترون في هذا الكرت تتعطل دائرة هذا كما تلاحظون على طول بيقرح غير ستور هذا. اطراف المجال المغناطيسي الاكسيتور هذا بيحقن الاكسيتور، لكن هذا بيحقن ايش؟ الارميشن الذي هو العضو الدوار في فرش كربونيه مركبه. اتمنى ان احنا نجد فرش كربونيه الفرش الكربونية كما تلاحظون تتركب بهذه الطريقة. هذا المولد 2 كيلو ونص 2500 واط، وهذا ونفس الطريقة بتتركب على المولدات الخمسة الكيلو الموجبة والسالبة. الطرف موجب على عادة يجي على اليسار والسالب يمين في يمينه، وتثبت بطريقة معينة في معك عضو هنا في المتحرك وعضو ثابت، فتثبت في حقن المجال المغناطيسي لحقن المجال المغناطيسي وتوليد الكهرباء. والمولدات التي هي على اكسيتور ملفات إثارة بتتوصل له F1 F2 هنا في هذا المدير الذي هو 6400 SX460 ستانفورد، وبرضه هنا F1 F2 أو X أو XX الإكس موجبة والإكس إكس سالبة. عادة يجي على اليسار الموجب، على يسارك الموجب للـ EVR. أطراف الأطراف إعادة المغناطيسية المتبقية الإف موجب وتوصل على بطارية ومقاومة وضاغط لإعادة المغناطيسية المتبقية للملف مجال مولد الإثارة عند فقدانه، وذلك عندما توقف المولد مدة طويلة في العراء بدون استخدامه وذلك بالضغط على الضاغط. فبعض المولدات المولدات القديمة موجودة، مش قديمة، لحد الآن الشركات اليابانية بتصنع هذه الخاصية، موجودة في بوش بوتون، عبارة عن بوش بوتون ضاغط بتضغطه على وذلك لعملية الإثارة من البطارية، يعني تبدل أو عبر سلكتور تفتصل الإثارة من المجال المغناطيسي الإثارة من الـ EVR وأنت تقوم بعملية إثارة المولد من البطارية. بس إذا قمت بتوصيل عمل إثارة للمولد والـ EVR يعني بوضع التركيب، لازم أولا إنك تفصل السالبة والنقاط السالبة والموجبة وتعمل تحفيز من البطارية 12 فولت أو 13 ل 24 فولت. هذا يعيد للمولد الإثارة عبر التحفيز أو التنبيه. فنرجو يعني الانتباه عند عمل أي إثارة لمولد بفصل، قوم بعملية فصل الأقطاب الموصلة للفرش الكربونية أولا، هذولا تفصلهم وتعمل حقن من البطارية الدي سي، تقوم فصلهم وتعمل إثارة لمدة 5 ثواني 6 ثواني حتى يرجع إلى حالته الطبيعية. أطراف هنا معك أطراف إعادة المغنطة وأطراف جهد المرجع 6 و7.
وتوصل مع مقاومة متغيرة يمكن معرفة قيمتها من دليل استخدام منظم الجهد. يعني كل منظم جهد معه دليل، أما مرسوم في الصندوق الالترنيتور أو في خلف الاي في ار كما تلاحظون، يعني موضح هنا كيفية استخدامه. معك هنا 5C 5C 5B و7 و5A و6. هنا يقول لك لما توصل هنا 5A و6 هنا يعتبر في نظام 60 الهرتز كما تلاحظون. هنا هنا المقاومة المتغيرة الذي هي ريزيستور 100 كيلو، يعني تقدر تتحكم بالفولتية إلى الحد المطلوب، يعني من الطبيعي 220 فولت في 50 هرتز، 230 240 245 حسب حاجتك أنت للكهرباء في المنشأة الذي أنت بتشتغل فيه به. فهذا يتحسس يعني في بيتحسس الجهد لأقل جزء من الثانية، ويثبت الجهد ويثبت الفولتية في المولد. أطراف القدرة الداخلية توصل في مع محول جهد أحادي الوجه بمخارج المولد التزامني، هذا في حالة التزامن، يعني في حالة معك مولد تزامني أو ما نسميه الدمج في اي في ارات خاصة بالدمج. يعني مثل ما هذا الموديل، هذا الموديل في خصائص الدمج الذي هي A1 و A2 يتوصل، أما مع في الكنترول في شاشة تشغيل المحرك في شاشة تشغيل المولد في بعض الشاشات تدعم الدروب فولتك. أطراف التعويض عند توصيل عدة مولدات على التوازي الواحد واثنين، وتوصل هذه الأطراف مع محول تيار عند توصيل عدة مولدات تزامنية على التوازي، والشكل يبين توصيل محول التيار إذا كان تتابع C و B و A. الشكل 1 هذا كما تلاحظون هنا A1 و A2 هذا في الداتاكم، هذا في الداتاكم. هنا S1 S2 هذا تقدر تقول تستخدمه في ال كما تلاحظون المعذرة A1 A2 S1 S2 هذا تستطيع أنك توصله إلى مقاومة متغيرة وتتحكم بالفولتية، أو توصله إلى سبيد كنترول منظم شاشة تشغيل المولد. أطراف التعويض أصدقائي المتابعين في كل مكان، عند توصيل عدة مولدات على التوازي، مفتاح يعمل على فصل التيار عن مولد الإثارة في حالة طوارئ، ويوصل أطراف دخول القدرة الكهربائية. تستطيع أنك تعمل مفتاح طوارئ لفصل الكهرباء في حالة مثلا أوفر فولتك أندر فولتك. مفتاح يعمل على فصل التيار عن مولد الإثارة في حالة طوارئ، ويحصل أطراف ويوصل أطراف دخول القدرة الكهربائية للمنظمة. أصدقائي المتابعين في كل مكان، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة، ونوضح لكم الآن كيف تميز بين الأورجينال والإي في آر المقلد. كما تلاحظون في الصورة الأورجينال الشركات البريطانية تنحت نحت في ستانفورد، هذا S440. فالعادية الكوبي
يعني مستحيل انه بي 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 بيسجل ستانفورد على الكرت. كما تلاحظون هنا في معانا شركة ميكالتا ايه كما تلاحظون مسجل هنا ميكالتا اس بي اي ومديل هذا منحوت نحت، هذا تقدر تميزه في بين الاصلي والاوريجينال والكوبي المقلد. اما بالنسبة في الان شركات جديدة اسمها داتا كوم الذي هي بتصنع اي في ارات كما تلاحظون، واي في ارات قوية 8 امبير 16 امبير، تنفع للمولدات الذي تعمل بالفرش الكربونية، وتنفع على المولدات الذي بتشتغل على اثارة الاكزيتور ملف اثارة. وتحياتي لكم أصدقائي المتابعين في كل مكان، وإن شاء الله نوضح لكم بفيديو آخر كيف تبرمج الاي في ار مع كرت تشغيل وحماية المولد الذي هو كنترول مديول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.